يا سبحان الله، ليك البلد كيف رايقة، لا في مظاهرات ولا في احتجاجات. المعلمين حص ملح وداب، المياومين وين راحوا الشباب؟ لا سلسلة ولا ضرايب، لا انتخابات ولا مصايب. 1.5 مليون لاجئ سوري والبلد ماشي. خط الفقر بحدود 35% والأحزاب غاشية، الحكومة طاشية. ما عدنا عم نسمع ضربة كف، كل المشاكل صارت عراف. هذا كله عظيم، بس يا ترى ليش صار هيك؟ هلأ عظيم إن شاء الله تبقى البلد هيك، بس خلونا نفهم. بدك تفهم؟ لأنه يا حبيبي ما عاد حدا عنده جلد، انطفى قلب الناس. الله يطفي قلبه اللي حرق قلب البلد. ايش وايش صار بدنا السترة؟ خدوها نهبوها حرقوها. البلد بتستاهل ناس احسن منا، ناس عندها كرامة. هذا رأيي، فكر فيها.